أهلا بكم، هذه الوحدة الأولى من كتاب English Vocabulary in Use Upper Intermediate. سأضع اسمه تحت وصف الفيديو لمن يريد البحث عنه وتحميله من الإنترنت. هذه الوحدة الأولى تتحدث عن مفردات اللغة الإنجليزية وكيف تتعلمها وماذا يعني تعلم كلمة في اللغة الإنجليزية. Learning Vocabulary. What do you need to learn? ما الذي تحتاجه لكي تتعلم؟ Did you know that there are over half a million words in English? هل تعرف بأنه يوجد في الإنجليزية أكثر من نصف مليون كلمة؟ But that the average native speaker only uses about 5,000 in everyday speech. لكن المتحدث العادي باللغة الإنجليزية يستخدم فقط 5,000 كلمة يومياً. Native speaker يعني المتحدث باللغة كلغته أم. مثلا أغلبكم are Arabic native speakers، متحدثين باللغة العربية كلغة أم، أو تمازيغ native speakers، متحدثين باللغة الأمازيغية. Only uses about 5,000 in everyday speech. You already know many of those 5,000 words. بالفعل أنتم تعرفون معظم هذه الكلمات الخمسة آلاف. This book will help you to learn many of those that you do not yet know. هذا الكتاب سيساعدكم على تعلم الكثير من تلك الكلمات التي لا تعرفونها حتى الآن. Yet تستخدم بمعنى حتى الآن. And it will help you to use them appropriately and accurately. وسيساعدكم على استخدامها بشكل صحيح وبشكل مناسب. Accurately بشكل صحيح. Appropriately بشكل مناسب. What does knowing a new word mean? ما الذي يعني معرفة كلمة جديدة؟ It is not enough just to know the meaning of a word. ليس كافيا معرفة معنى كلمة. Meaning of a word. معنى الكلمة. You also need to know. تحتاج كذلك معرفة which words it's usually used with. ما هي الكلمات التي تستخدم معها يعني التي ترتبط معها عادة. Its grammatical characteristics. تحتاج كذلك لمعرفة الخواص اللغوية لتلك الكلمة أو الخواص النحوية لتلك الكلمة. How it is pronounced. كيف تنطق. Whether it is formal, informal or neutral. فيما إذا كانت كلمة formal يعني رسمية أو غير رسمية تستخدم في المناسبات الغير رسمية أو محايدة يمكن استخدامها في أي مناسبة. كلمة neutral تعني محايد. So when you learn a word you should make sure that you learn new words in phrases not in isolation. لذلك عندما تتعلم الكلمات يجب أن تتعلمها في جمل phrases وليس بشكل منفصل not in isolation. Notice how words commonly go together. ولاحظ كيف أن الكلمات ترتبط عادة. Commonly يعني بشكل شائع عادة. Go together ترتبط. These are called collocations and include. وهذه تسمى collocations وتشمل adjectives plus nouns مثلا كلمات الصفات مع الأسماء. هذه بعض collocations الكلمات التي ترتبط فيما بينها. مثلا نقول rich vocabulary. مثلا he has rich vocabulary. لديه رصيد لغوي كبير. لا يمكن أن نقول wealthy vocabulary رغم أن wealthy لديها نفس معنى rich، لكن rich هي التي تستخدم مع vocabulary. ونقول classical music. Common sense. Verbs plus noun. الأفعال مع الأسماء. To express an opinion. مثلا كلمة express دائما ترتبط ب opinion. To take sides. يعني ينحاز لجانب ما. To take sides. لا نقول grab sides أو أي فعل آخر له نفس معنى الذي لذاك فعل to take، لكن نقول بالضبط to take لأن هذا يسمى collocations، جمل وعبارات اصطلح على استخدامها بهذا الشكل. Nouns in phrases.
EG يعني على سبيل المثال in touch with, to stay in touch with يعني يكون على اتصال مع. A train set, a sense of humor, حس الدعابة. Words plus prepositions, الكلمات مع حرف الجر. E.g. على سبيل المثال at a loss for words, I am at a loss for words, يعني لا أعرف ماذا أقول. In particular, بشكل خاص, دائما نستخدم in مع particular, لا نقول at particular أو لا on particular, لكن نقول بالضبط in particular. Notice يعني هذه الأمور كلها, هذه الارتباطات بين الكلمات يجب أن تنتبه لها عند تعلم أي كلمة. لذلك ليس من الحكمة وليس من المنصوح به أن تتعلم وتحفظ الكلمات بشكل منفصل, مثلا أن تحفظ humor لوحدها هكذا. من الأفضل أو يستحسن أن تتعلمها بهذه الصيغة, a sense of humor. Notice special grammatical characteristics of new words. For example, note irregular verbs. مثلا يجب أن تنتبه إلى خصائص نحوية خاصة للكلمات الجديدة التي تتعلمها. على سبيل المثال الأفعال الغير قياسية أو الشاذة, irregular verbs. Undertake في الماضي undertook, وفي past participle undertaken. Uncountable nouns, الكلمات الغير معدودة, مثلا luggage, or nouns that are only used in the plural, أو الكلمات التي تستخدم فقط في الجمع, مثلا scissors. Scissors دائما تستخدم بهذا الشكل جمع, لا نقول scissor. Notice any special pronunciation problems with new words. انتبه لأي مشاكل أو صعوبات في نطق الكلمات الجديدة. Check if the word is particularly formal or informal in character. انتبه للكلمة فيما إذا كانت formal أو informal, يعني هناك كلمات لا تستخدم إلا في المناسبات الرسمية. In other words, if it has a particular register, يعني إن كان لديها register خاص. Register هو formal أو informal أو neuter, هذا ما نقصد به register. Register مثلا هناك كلمات formal, كلمات informal, كلمات neuter محايدة, وكلمات تستخدم فقط من طرف الأطفال, مثلا bunny. Bunny تعني rabbit, الأرنب, يستخدمها الأطفال بالخصوص. How can you help yourself to memorize words? كيف ستساعد نفسك على حفظ الكلمات؟ Research suggests that some students find it easier to learn words if they learn them in groups and make use of pictures. الأبحاث research تقترح أو تشير إلى أن التلاميذ يجدون تعلم الكلمات سهلا, أمرا سهلا, إذا ما وضعوها في مجموعات أو إذا استخدموا الصور. You can group words in any way you like, topic, grammatical feature, word root, and so on. وهكذا دواليك, نقول and so on, وهكذا دواليك. يمكنك أن تضع الكلمات في أي مجموعة تريد, سواء كانت مجموعة مرتبطة بالموضوع topic أو خاصية لغوية grammatical feature, أو الأصل يعني أصل الكلمة word root, and so on, وهكذا دواليك. The unit titles in this book might give you some ideas, يعني قال لك بأن عناوين وحدات هذا الكتاب قد تعطيك بعض الأفكار التي تساعدك على وضع الكلمات في مجموعات. Pictures can help you to remember the meaning, الصور قد تساعدك على تذكر المعنى, على سبيل المثال كما نرى في هذه الصورة. Lungs, الرئتين, heart, القلب, liver, الكبد, stomach, المعدة, kidney, الكلية, intestines, الأمعاء. You can help yourself learn more words. This book will help you to learn vocabulary in a systematic way. However, you can also help yourself to learn more words and expressions by reading and listening to as much English as possible
Here are some ideas about things you can read or listen to. هذا الكتاب كما ترون هذا هو عنوانه سيساعدك على تعلم الكثير من المفردات بطريقة منهجية systematic way منظمة لكن هناك أشياء كثيرة قد تفعلها لتساعد نفسك في تعلم المفردات والكلمات وهي القراءة والاستماع بقدر الإمكان as much English as possible هذه بعض الأفكار حول أشياء يمكنك قراءتها والاستماع لها comics recipes وصفات الطعام recipes newspapers الصحف DVDs TV satellite or cable subtitled cinema podcasts songs academic or professional literature يعني الأدب reference material مثلا dictionaries encyclopedias الموسوعات conversations with native speakers يجب أن تسمع لمحادثات من قبل المتحدثين باللغة الإنجليزية كلغة أم blogs poetry audiobooks tweets حتى تويتر يمكن أن تستفيد منه لأنها قصيرة وسهلة القراءة radio e.g. BBC World Service استمع للراديو كذلك ويوتيوب sports reports تقارير الرياضية شكرا لكم على المشاهدة وفي درس آخر قد أشرح وحدات مختلفة من هذا الكتاب ستجدون عنوان الكتاب تحت الفيديو لمن أراد تحميله من الانترنت هناك مواقع عديدة تمكنكم من تحميل هذا الكتاب مجانا لا أستطيع وضعها تحت الفيديو لأنها محمية بحقوق التأليف لكن ستجدونها إلى اللقاء